مواد غذائية وسعر جملة وعلى 200 بيسة. مستحيل تحصل مثل هذا السعر إلا بمركز ريال في الخوض. شوفوا الإعلان كله ووصلوا له لكم لمدة 4 أيام فقط. هالمواد الغذائية كلها على 200 بيسة فقط، وكل كيس فيه 6 حبات على 200 بيسة من أصل 525 بيسة. ما أقدر أصور كل حاجة، كل هالدرازن كلهن على 250 بيسة هنا، وعلى 200 بيسة كرتون كامل بسكويت 390 بيسة، كرتون الحلويات 250 بيسة، كيس البسكويت الكبير 250 بيسة. بدت الزحمة معاهم، بدت بمركز الريال محطم في الأسعار لمدة 4 أيام، حتى الناس وقفوا على الرصيف. موقع مركز الريال في الخوض، انتوا جايين من جسر الخوض باتجاهكم على الباطنة، محطة شل بعد الجسر، ادخل داخل تحصلوا مهني على اليمين. شوف الإعلان كله. حبتين زيت لتر ونص لتر ونص مع بعض ريال 575 بيس مثلا. أول هذا الحبة بريال، والحين خذ حبتين بريال 50 بيس. كرتونين مع بعض ريال 575 بيس. لتر زيت الزيتون ريال و375 بيس. للقعدات، للشاي، للريوق 3 أكياس بسكويت 999 بيس. كرتون العصير 21 حبة، السعر الوحيد في السلطنة ريال و200 بيس. رولتين تيشو كبار 699 بيس، السعر الوحيد في السلطنة. الماي لتر نص 6 حبات مع بعض 290 بيس. بديل المقاطعة سبلاش 4 غرشات مع بعض، اختار أي نكهة 950 بيس، السعر الوحيد في السلطنة. 8 حبات تيشو 899 بيس. منظف الأرضيات 5 لتر، وغسول يد 5 لتر الدبة ب 575 بيس. غسيل الصحون حبتين مع بعض 525 بيس. أغلب المنظفات معاهم سعر جملة مع الصابون. لوشن الجسم مع العطر هالبوكس 799 بيس. الحين الجلسات الشتوية هالكراسي بريال و50 بيس. قسم الأواني خذ 4 أقدر ريال و575 بيس. ووصلت الملابس الشتوية بأقل أسعار سعر جملة. الدور الثاني كل الملابس معاهم، نشروا الإعلان.